وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. نحن حاليا متواجدين بفندق الشيراتون، تحديدا قاعة أمية ضمن بازار ألوان سورية اللي دائما عودنا أنه يجمع كل السيدات وغيره من أصحاب المهن من مختلف المحافظات السورية ضمن مساحة موجود فيها الشغل اليدوي وكتير أشياء جميلة ومتميزة. رح أكون بجولة اليوم، كونوا معنا. شو المميز بهذا البازار؟ كل شيء جديد، لا شغل ايد مثل العاده، سيدات، حتى في صبايا صغار مثل العاده، عم نشوف شيء مميز وجديد من الاكسسوار الناعم مثلهم، للسيدات اللي عم تبدع بجديده كل مره، والحقيقه انا كثير مبسوطه فيهم، وموديلات كثير حلوه وجديده الحمد لله، يعني مثل ما شايفه في من المحافظات وفي من عنا، والاقبال ما شاء الله الحمد لله. خلينا نحكي عن ريع البازار كمان. نحن يعني بازارات بنعرف هي فائدة متبادلة، يعني مو بس الأشخاص اللي موجودين أو الزبون اللي بيجي بياخد شيء مخفض وبيشوف كل شيء بده إياه بمكان واحد، كمان أنتم في عندكم رسالة إنسانية من البازارات. طبعا الرسالة الإنسانية بالدرجة الأولى. البازار ريعه لجمعية جذور كافيه سوست اللي هلا الحمد لله افتتحت بحديقة تشرين مثل ما بتعرفي. احكي اليوم عن مشاركتك بالبازار. أنا اشتركت بمعرض ألوان بازار ألوان سورية كونها هي بتدعم لجمعية الجذور، حبيت أشارك ولو كان شيء بسيط إنه من طرفي. أنا مشاركة بأشغال يدوية متنوعة، من فسيفساء من أحجار صناعية، وفي من خيوط اللبات والشغل الإبري اللي بشتغل أكسسوارات من شغل الإبري. فكرة إنه الخرز والسيلان لما اشتغلتهم، أنا اشتغلتهم هيك بروحي، مو أشغال يدوية اعتبرتهم. أنا وعم بشتغلهم طرقت هيدي الفكرة، أنه أنا أعملهم صواني، أعملهم هلأ في أفكار جديدة لسه لقدام، هلأ طور العمل عليها إن شاء الله، لاحقاً بتلاقوهم إن شاء الله عنا. بس فكرة الصينية عملت جديدة جداً، يعني عملت فيها كذا تجربة لحتى طلعت معي هيك. اشتغلنا على خشب الزان، اشتغلنا على الجلد كذا نوع، إذا بتنتبهي كيف بعد إذنك تشوفي مبدأ كيف، مع الزجاج مشان الخرز ينحمى مشان أي شيء تماماً، بالإضافة واخترنا المسكات اللي بتليق بكل قطعة. اليوم عم نشوف ملابس تقليدية إذا فينا نقول، بس بطريقة جديدة. جديدة ايه، مثل هدول، أنا هدول الشماغات بعمل منهم كنزات وبعمل منهم عبايات، وكله شغل يدوي، يعني كله شغلي وأفكاري. مثل هيك شيء مثلاً فرو أنا بشتغله مثل طوق، وفي كمان شعلات مثل هدول بنحطهم على الرقبة بالشتاء تكون هيك. ايه، وعندي عبايات تطريز يدوي، كلها اشغال شرقيه. عم بعمل منتجات للبشره كلها تصنعي انا ورفيقتي كمان صيدلانيه، والمنتجات كلها ما فيها اي مواد كيميائيه او اي مواد، كله طبيعي واي مواد حافظه لجميع انواع البشره، للشعر وللجسم، ويعني حسب مشكلة البشرة احنا بنقدر نوصف لها الشيء اللي مناسب لها. سيرومات مثل ما نشوف. تمام، في سيرومات فيتامين سي، في سيرومات فيتامين سي مع الاي، في مرطبات للشفايف، في ماسكات للشعر، في خلطات زيوت، في ماسكات طين مغربي، مقشرات، مقشرات للجسم، مرطبات، يعني كل شيء متواجد عنا. هاي كانت جولتنا لليوم ببازار ألوان سورية اللي بيجمع طبعاً سيدات وأصحاب مهن وحرف يدوية وتقليدية، وبيقدم منتجات بأسعار مناسبة جداً. هاي كانت جولة اليوم، نلتقي بجولات تانية.